السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتمرين الأول هذه المرات بلشت بالسؤال شو بيصير إذا بتكبس هاي ولا هاي ولا هاي وما صار شيء، لأنه الأمية هون مطفية وكان في عنا الزمور صوته كتير مزعج. هلأ ما حنحط زمور ولا حنحط موسيقى لأنه مزعجة. السؤال هلأ إذا بنكبس هذا المفتاح رقم واحد شو بده يصير هون؟ أي لمبة بتضوي أو أي موتير أو أي ريلي؟ عنا اثنين ريلي، واحد اثنين وهودي اللمبات. إذا هلأ بنكبس هذه الكبسة أي واحدة برأيك بتضوي؟ منعد للعشرة، منجرب نضوي هذه الكبسة هلأ، منلاقي مرقة الكهرباء هون مسكر، كفت لهون مسكر هذا الجسر، وهون كمان مسكر، لقيت هيدي مفتوحة هون أخذت بلوس هون بيرد. نكفي هلأ. شو بيصير إذا منكبس هالكبسة؟ كمان منعد للعشرة، فكر. شغلناها هلأ، لقينا الموتير هذا دار، مرقة الكهرباء من هون من هون لهون. شو بيصير إذا بنكبس هالكبسة؟ فكر. تعتقد أنت أي لمبة بتضوي؟ يا هل ترى هاللمبة بتطفي ولا بتدل مضوية؟ نجرب نكبسها. بسم الله. لقينا ضوت واحدة اثنين ثلاثة. طيب هاي كيف ضوت؟ هو ما في بلوس، كيف مضوية هاي اللمبة؟ منين عم تمرق الخط البلوس؟ منين عم يجي؟ نلحق الكهرباء من هون، منلاقي خط جاي هيك فيت بقلب اللمبة بالريزستانس تبعها، ومكفى طريقه من الكبسة هيدي. هيدي بسموها بالألماني راين شالتونج، يعني لمبة ورا ولا لمبة، يعني بدل ما تكون 12 فولت بتصير هوني 6 ب6 بتتقسم. عرفت كيف؟ مرقت هيك هيك هيك، وهيدي كانت مضوية هون وقت اجى الكهرباء. شوف ها اجت الكهرباء، تكت الريلي، فصلت هيدي واشتغلت هيدي. نخمل لاحظ هاي الكبسة الالتقاء هون، هذا خط البيرد بيلتقي هون مثل ما حكينا هذيك مرات برلين وبريمن وشتوتغارت. هون برلين، هذا البلوس، هذا الجسر، هذا وصل لهون قبلي بكتير. ليوصل البلوس لازم الجسر يسكر، هذا سكر الجسر، ما رأيت لهون صار الالتقاء هوني، صار في مغناطيس وسحب هذا الأنكر لهون.
قلبت الكهرباء وضبط هيدي وطفيت هيدي. اوكي، شو بيصير هلا اذا بنكبس هالكبسه؟ ركز، تضوي هاللمبة شي ولا هيدي اللمبة ولا هدول؟ نجرب. منلاقي اللمبة هيدي ما ضبط لأنه فصلت الكهرب من هون. لاحظ هون كان في كهرب ووصل لهون، بس وقت اللي شغلنا الريلي الكبسة روحت لهون. طيب هون ليش ما ضوت تنتين معنا؟ هديك ساعة كانوا مضويين لك هوني، ها كانوا مضويين التنتين هوني. هلا اذا بعطي هون دلت بس وحدة ضوية، هيدي طفت. شو السبب؟ فكر. نرجع هون عم يضوي التنتين هلا. اوكي، ليش وقت اللي انا بعطي هوني بلوس تطفي هيدي؟ لاحظت؟ لانه ما في بقى بيرد، بلوس وبلوس، خط بلوس جاي من هون وخط بلوس جاي من هون، ما حتضوي اللمبة. يعني وقت اللي انا بفصل هذا الخط البارد هون وخط البلوس مرق من هون لجوا على اللمبة. ان شاء الله تكون فهمت المقصد. بعطي انا كهرباء تضوي بس هيدي لانه هيدي ما في عليها بارد. اوكي، نكبس هيدي بدون الموتير معنا. طيب اذا نطفي هذا شو بيصير هلا؟ ركز، هذا بدي اطفي انا هلا. شو بتعتقد هون بيضوي وشو بيدل ومطفي او بالعكس؟ هنجرب. شو صار هلا معنا هون؟ وقت اللي سألت حالك عرفت ولا لا؟ ما بدنا نكذب على بعض، هلا احنا عم نتسلى وعم نتعلم بنفس الوقت. هذا كانت مضوية هون وهلا اطفيناها، دلون هدول مضويين لأن الكهرباء بعد جاية من خط 30 منه من 15. اوكي، هلا انا وقت بكبس هيدي شو بده يصير مع انه هي مطفية؟ بنجرب. رجعنا طفت هيدي ودلتها مضوية، هاي طفت هاي دلت مضوية، نفس الشي. ان شاء الله يكون هالدرس او هالتمرين عجبكم. وقت المطفي هيدي الرئيسية بيطفي كل شي، يعني هون لو ضويت ما حيصير شي لانه ما في خط بلوس جاي من هون. شوي وشوي منزيدة للقصة، بس هيدي ان شاء الله تكون فهمتوها. لمبة ورا لمبة بيسموها راين شالتونغ، في باراليل وفي راين. نرجع نعيدها على السريع. تلاقي الموتير دار، اجت الكهرباء من هون، التقاء هوني، نفس الشي فصلت الكهرباء، الريلي هيدي ما عم بتك.
صار في عندي كهرباء مباشر، انطفت هيدي لأنه ما بقى في علي خط بيرد. هون طفى الخط تبع الريلي وتحولت البيكس لريلي تحويلي على اللمبة هيدي. إن شاء الله يكون استفدتوا، وإذا حدا عنده ملاحظات يعطيني أفكار من عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.